هناك تدخل في شؤون الرئاسة وعمل الرئيس من قبل قيادات نافذة داخل مكتب الإرشاد. هناك تدخل فعلا؟ آه طبعا بالتأكيد. وأنا مسؤول عن هذا الكلام وأثق في معلوماتي جيدا. لا أصلا لما حد تاني يقول أنا آسف في هذه النقطة بقطعك غير ما الدكتور محمد حبيب يقول، لما الدكتور محمد حبيب يقول هذا الرجل هو مكون رئيسي في هذه الجماعة على مدار كل هذه السنين، وحينما يقول بهذه اللهجة فعلينا أن لا نناقش، أن نصدق تماما يعني. فربما يمثل هذا أحد أهم الأسباب الرئيسية وراء الارتباك والإرباك اللي خاصة بالقرارات والمواقف اللي بيتخذها الدكتور محمد مرسي. ولذلك الحقيقة أنا كنت دائما وأبدا أطالب الدكتور مرسي أن تكون لديه الجرأة، لديه الجسارة في أن ينأى بنفسه، أن يتحرر بموقعه ومنصبه عن هيمنة وسيطرت هذه القيادة النافذة داخل الايه داخل الجماعة. وفي نفس الوقت بأطالب هذه الجماعة. القيادات النافذة داخل الجماعة ألا تتدخل في شؤون الرئاسة وألا تدس أنفها في عمل الرجل.